مين قال الرسم على الجدار شخبطة؟ مين قال ما طلع لجوا؟ مين قال إن السيكل ما يبغى له مهارة؟ مين قال إن الرشاقة يبغى لها نحافة؟ مين قال الوردي مو للرجال؟ وإنك كبرت على اللعب؟ والكوميديا ما تأكل عيش؟ مين قال ما تلعب بالنار؟ وما تضيع وقتك بالموسيقى؟ ولازم تكون مثل غيرك عشان تبقى طبيعي. مع آزار خليك على طبيعتك. حمل آزار الآن.